أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون قالت ربي أني يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون وهو الذي خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق الله مولانا العظيم شيخ بخاري جزاك الله خير جزاء ولا راك من الأولاد مكروعا يا رب طول له أمرا وعافية وهفسه من كل شر الجن والإنس وهفسه من كل شر للجن والإنس